وللحديث أكثر ينضم معنا المحامي الدكتور محمد الجذلاني. مساء الخير دكتور محمد. أبدأ معك دكتور محمد، يعني بداية انعكاسات هذه الموافقة على واقع محاربة الفساد وهو النهج السعودي الذي يتأصل يوما بعد يوم، تفضل دكتور. حياكم الله والإخوة المشاهدين، أهلا بك. كما ذكرت سلمك الله، فعلا أن يعني ما أعلنت عنه الدولة مؤخرا من خطة التحول الوطني والخطط الطموحة المبنية على إن شاء الله استقراء المستقبل وزيادة تفعيل الموارد التي يعني تحتضنها المملكة بكافة أشكالها، أن يعني استشعرت الحكومة مثلا في خادم الحرمين حفظ الله ولي عهده الأمين حفظه الله يعني أهمية محاربة الفساد لتفعيل خطط التنمية الطموحة، وأن لا يمكن أن تسير خطط التنمية أو تنفذ على الوجه الصحيح ما لم يكن هناك بالتوازي معها حملة قوية لمكافحة الفساد. وحقيقة أصبح المواطن السعودي اليوم يشهد حملة غير مسبوقة لم نشاهدها نحن حتى كحقوقيين في أي دولة من دول العالم، لا العالم المتقدم ولا العالم المسمى العالم الثالث، لم نشهد أبدا حملة على هذا المستوى الرسمي لمكافحة أو محاربة الفساد وتتبع يعني ابتداء من أعلى السلم كما يقولون، كما يحدث الآن في عهد خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. ونتوقع يعني أن هذا ينعكس إيجابا حتى على نفوس أبنائنا الشباب وطموحهم وأملهم بالمستقبل إن شاء الله. نعم، طيب دكتور محمد، يعني أنت تحدثت عن الخطط التنمية الطموحة، بالتأكيد لابد أن يكون هناك كما تعلم دور النيابة العامة. أين يكمن دور النيابة العامة في رصد شبهات الفساد؟ النيابة العامة قبل أن نتكلم عن دورها، حقيقة الحكومة الرشيدة حضرت النيابة العامة قبل بداية الحملة، فعندما توجهت النية الصادقة للملك حفظه الله وولي عهده إلى محاربة الفساد، بدأ ذلك في أول خطوة بتحويل هيئة التحقيق والإدعاء العام إلى نيابة عامة تكون مرتبطة مباشرة بجلالة الملك، وهذه كأول خطوة تحضيرية استشعارا بأهمية دور النيابة العامة. الخطوة التالية التي تلتها حقيقة استبشرنا بها أيضا أن تم اختيار الرجل الكفء اللي يعني نعرف إن شاء الله من خيرة الناس من خيرة رجال القضاء، وباشر عمله يعني محققا متطلعات الحكومة الرشيدة من خلال الكثير من الخطوات العملية المتسارعة واليومية. أنت تقصد هنا رئيس النيابة العامة؟ نعم، النائب العام، معالي النائب العام. النائب العام. نعم، فيعني باشر بقوة نحو يعني وضع النيابة العامة في موضعها الصحيح وتحقيق أو تلبية متطلبات هذه الحملة لمكافحة الفساد. وواضح لكل المتابعين الدور الأساسي الذي تمارس النيابة ابتداء بأنها هي التي تقوم بالتحقيق وضبط والادعاء في قضايا الفساد بشتى صورها. يعني ممكن نقول هنا دكتور، عذرا مقاطعة، يعني هنا سؤال يتبادر في الذهن، كيف يمكن أن تسرع هذه الخطوة تفاعل النيابة إذن مع اللجنة العليا التي رأسها ولي العهد؟ اللجنة العليا، هذا ما كنت سأقوله يعني سبقتني فيه. اللجنة العليا من المعلوم أن معالي النائب العام عضو في هذه اللجنة، وأن النيابة العامة يعني عضو أساسي في كل الإجراءات التي تمت في اللجنة، وأن إجراءات الهيئة أو اللجنة العليا المشكلة يرأسها سمو ولي عهد محاربة الفساد أنها كانت تتم يعني من خلال النيابة العامة، والقرارات كانت تصدر من معالي النائب العام. فيعني هي مشاركة بفعالية سواء في الجرائم الكبرى التي تختص بها اللجنة العليا أو في الجرائم العادية، جرائم الفساد العادية التي لا تختص بها اللجنة العليا. نعم، كان معنا الدكتور والمحامي محمد الجذلاني من الرياض. شكرا جزيلا لك دكتور محمد على هذا التفصيل وعلى هذا التوضيح أيضا.